في التطبيق اللي انا بتكلم عنه اليوم حقيقه يعني لا حد ينخدع فيه كثير، اسمه هاو اولد. قبل ما اتكلم عنه نبي نطلع نشوف بس تقرير سريع عنه ونرجع عشان اديكم تفاصيل عنه غريبه جدا، فنشوفه سوا. انتشرت خلال اليومين الماضيين صور تحمل رقم يمثل عمر صاحب الصورة متبوعة بوسم هاشتاج هاو أولد ووسم هاشتاج هاو أولد روبوت، حتى أن هاو أولد أصبحت من أكثر كلمات البحث رواجاً في عملية البحث في جوجل في العديد من الدول حول العالم. هاو أولد هو تطبيق أطلقته شركة مايكروسوفت حيث قام بتطويره شخصين في يوم واحد لمعرفة عمر الشخص من خلال صورته. كذلك يمكن من خلال ذات البرنامج معرفة عمر أكثر من شخص في صورة واحدة ومعرفة نوعه سواء كان ذكراً أم أنثى. وقالت مايكروسوفت أنه في غضون ساعات قام أكثر من 210 ألاف مستخدم بتجربته. هذا كان تقرير عن التطبيق هاو أولد. زي ما فهمنا أنه التطبيق بيأخذ صورة أي شخص، تحط صورة أي شخص وبيطلع لك عمره المفروض من ملامح وجههم. أنا دخلت على اليوتيوب ودخلت على الابليكيشن، حقيقة التطبيق ما هو دقيق جدا، لأنه في زمننا في عندنا إحنا يعني خلينا نقول العمليات التجميل ممكن هي اللي خلته يعني قليل في الدقة وما عنده دقة عالية في إظهار العمر الحقيقي لكل شخص. ما أعرف مخرج، أنت حطيت صورتي ولا إيش؟ أنا سمعت إنه حطيت صورتي في ال... ما حطيتوها؟ بالله عليك وكيف طلع شكلي؟ عموما لا تصدقوا العمر اللي نحط له إنه ما هو صح، واللي عنده فكرة كم يكون عمري ممكن يحط لنا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو انستغرام أو حتى فيسبوك. ليش ما هو دقيق؟ لأنه هو التطبيق بيعتمد على خلينا نقول نظريات الخوارزم او النظريات الخوارزميه، واوقات يعني بتزبط معه اوقات ما بتزبط. لو دخلتوا على اليوتيوب حتلاقوا معلومات عن التطبيق هاو اولد، بتلاقي كثير من الصور المشاهير طالعه غلط، طالعين في ناس عمرهم 40 مطلعينهم 27 واقل، وفي ناس العكس. وارجع اقول مع عمليه التجميل الواحد ما عاد صار قادر يفرق اذا كان الشخص كبير او صغير. طبعا في نقطة ثانية حارجع أذكركم إياها، في بالنسبة لتطبيقات الجوالات لكن ما حخليها دحين، خليها بعدين بحيث إنه ننوع شوية. الآن أبغى أتكلم عن فعالية صراحة يعني في تويتر في مواقع التواصل الاجتماعي كثير ناس تحدثوا عنها وكان في لها رواج عالي وإقبال عالي من الناس، فعالية إثراء الشباب. خلينا نشوف التقرير سوا بعد كده نرجع نتكلم عنه من جديد. احتفت المدينة المنورة أمس بملتقى إثراء الشباب في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي. عقد الملتقى على مسرح جامعة طيبة بالمدينة المنورة وعلى مدى ساعتين، حيث اجتمع نخبة من نجوم الإعلام الجديد وعلى رأسهم ياسر بكر، محمد بازايد، وعبد المجيد الكناني. كما استعرض مجموعة من الشباب المهتمين بالأدب والفكر والمسؤولية الاجتماعية مواضيع تتحدث عن الشباب وأمالهم وطموحهم وكذلك الفرص والتحديات التي يواجهونها في الوقت الراهن. البراء العهالي غرد على تويتر قائلاً: يا حبي لأهل المدينة، جمهور رائع ويحمس، سعدت بتقديم فقرتي البسيطة أمام هذا الجمهور الجميل. أما ربيع حافظ فغرد قائلاً: مشرفين في طيبة الطيبة. ياسر بكر قال: ليلة رائعة، شكراً يا أحبابنا في المدينة المنورة. أما شتوي الغيثي فقال: كلمات الدكتور خالد اليحيى ملهمة وباعثة على التفكير. كان هذا يعني تقرير عن إثراء أو خلينا نقول فعالية إثراء الشباب. بإذن الله إحنا ما قدرنا طبعا نكون متواجدين معهم، لكن بإذن الله بقدر المستطاع حنحاول في أي فعاليات قادمة يعني قادمة بإذن الله حنكون معاكم فيها أول بأول، نعطيكم كل التفاصيل الموجودة في الفعاليات. خلينا نكمل مع إنستغرام، وفي حساب للفنانة الكويتية اللي دائما سعيدة ودائما خلينا نقول تظهر بظهور مرح ولطيف، الفنانة شجون. خلينا نشوف مع بعض في هذا التقرير إنستغرامها وإيش في حسابها. حيث
حساب الممثلة والمذيعة الكويتية شجون الهاجري يعد من أكثر الحسابات بحثاً على جوجل، ويتابعه حوالي 2 مليون شخص. في عرض لصور ومقاطع فيديو حصرية من يوميات وحياة شوجي الشخصية والفنية. اللي يتابع الحساب يعرف أن شوجي بالها رايق ومزاجها عالي. You know, I just catched my floor. يعني توني قلب أرضي. I just catch my floor. توني قلب أرضي. كان هذا حساب الفنانة شجون الفنانة الكويتية. طبعا دائما نسمع الأخبار عنه، كثير من المشاكل والأمور الحلوة والأمور المرة اللي مرت فيها في آخر فترة. هذا حسابه تقدر تواصل معه، وتقدروا أيضا تشاركونا بأي أفكار واقتراحات على موقع التواصل الاجتماعي. هنطلع بريك سريع جدا ونرجع لكم من جديد في شباب سيدتي، خليكم معنا. في سيدتي شباب بعد الفاصل، خبئوا الأغطية المعدنية وحولوها إلى شنط.